قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح في 3 تفجيرات هزت مدينة داماتورو عاصمة ولاية يوبي شمال شرقي نيجيريا. وقال قائد شرطة ولاية يوبي أن 3 فتيات قاصرات نفذن الهجوم في ساحة مفتوحة كان مصلون يؤدون فيها صلاة عيد الفطر. هذا ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.